خبر كان حنا كلنا اصدقاء وكنا خوت في هذه وحنا عائله في هذا الميدان. يعني ملي كتسمع شي واحد مات يعني كتكون صدمه بالنسبه لك، وبالخصوص ان السي الحاج عزيز الفضيلي ان ما كنا سامعين عليه لا مريض لا والو حتى سمعنا خبر وفاته. يعني شويه كتكون صدمه ليك وكتجيك في شكال ان راه سمعتي الموت ديالو بهالطريقه يعني فجائيه. اش غنقول لك، كان فنان عزيز سميتو عزيز وعزيز نيت بصح، يعني رجل من اطيب خلق الله، رجل صادق في مشاعره، رجل صادق في كلامه معنا، صادق في كل شيء. يعني انسان ما كيعرف لا التروغ لا الكذوب لا النفاق، لا من اطيب خلق الله، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور يسكنه فسيح جناتي. وكنقدم تعازيه من هذه المنابر للعائله ديالته الصغيره والعائله الكبيره وحتى للشعب المغربي في وفاه هذا السيد، هذا الهرم الكبير. سيدي بهذه المناسبه العليمه كنترحموا جميع على الفنان الكبير عزيز الفضيلي، عزيز الفنان، عزيز الانسان، عزيز اللي تجمع فيه كل شيء، الماريونيت، المسرح، السينما، التلفزيون، عطى الشيء الكثير لهذه البلاد في الميدان الفني، تعامل مع الفنانين الكبار، ولد وليدات الله يخليهم ليه، فنانه اللي هو عادل الفضيلي، والاخت ديالو حنان الفضيلي. كنتمنى بهذه المناسبه الاليمه انه يمشيوا في الطريق اللي رسم عليهم عزيز الفضيلي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيدي عزيز الله يرحمه في هذا النهار ويصبر العائلة ديالو ويصبر الفنانة ويصبر، عشان نقول لك أيقونة الفن المغربي اللي فقدته الساحة الفنية. نعم. لا من ناحية الأخلاقية ولا من ناحية ولا الوفاء، لا الأصدقاء ديالو ولا الزوجة ديالو ولا لوليداتو ولا الناس اللي كيخدموا معاه. احنا راه كنتعرفوا 60 عام ماشي يلاه غادي نعرفوا، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور. اخر عمل معاه كاف هو اللي درنا مع الطيب صديقي في باريس. نعم. 1970. نعم. كان معنا بوجميع مفتاح، حميد الزوري، واحد العدد ديال الممثلين. مصطفى بقرق الله يرحمه، بومغرا، الدمراوي، واحد العدد. وصديق ديالنا وكان صديق كبير ديال الممثل ديالنا الزوين الحاج التاجر، ما تعرفوش انتم هادو القدام هادو. وخويا الله يرحمه ويوسع عليه ضيقات القبور وسمحوا لنا بزاف. لله ما اعطى ولله ما اخذ، وانا لله وانا اليه راجعون. في الحقيقه الساحه الفنيه فقدت واحد البيرسوناج من الاعمده ديال الاعمده الفنيه، فنان اصيل متخلق، وتبارك الله وليداته حتى هما رباهم احسن تربيه. وفي الحقيقه في الوقت اللي سمعنا الخبر ديال الوفاة ديالو ما صدقناش، لان كنلقى ولدوتي ديال كاتب في مون بيغ نيت با موغ، فبقيت كان عبر الانترنت كنهضر مع الدراري وتنقول لي لا راه ما ماتش، راه غير تيهضروا كذا وهذاك، واحد الساعتين ولا هذاك هو جاء الخبر اليقين انه السي عزيز الفضيلي راه هو توفى. وبقى فينا الحال واثر فينا، وباقي كنتفكروه بزاف ديال الاشياء، ان شاركنا معاه بزاف ديال الاعمال، ومن بينهم العمل اللي كان اللي كنت في الجانب ديالو هو ديال ولده عادل، اللي في الحقيقه تما فين اكتشفت هذاك الرجل وعرفت الطيبوبه ديالو كيفاش دايره، وربما حتى الا استعصى علينا شي حاجه ولا هذا كنلتجئوا ليه وكنسولوا عليها وتيجاوبنا بواحد الصدر رحب. وما شاء الله ما شاء الله، لله ما اعطى ولله ما اخذ.